بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا بالميقات ولا وصلنا الكعبة بعد صلاة الصبح إن شاء الله، نسوي عمرة للمرحومة فاطمة علي عرب بنت نبيها رحمها الله، آنسها الله، عوض الله جنة، اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم ارحم ترابها، اللهم يسر حسابها يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحان المظلمين. بلشنا طوافها بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم برد ترابها، اللهم يسر حسابها يا رب العالمين، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، اللهم تجاوز اللهم عن سيئاتها يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك الظالمين. اللهم أكرم جلها، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة يا رب العالمين، اللهم اغسلها بماء الثلج والبرد ونقيها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. لا إله إلا أنت سبحانك إنك الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم اغفر لها وارحمها يا رحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنك الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم اغفر هذه العمرة، اللهم اغفر إليها هذه العمرة واجعلها نورا تتأمل إليها. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد.